عليكم جميعا وأهلا وسهلا فيكم بقناتي أنا نصر الله، واليوم رجعت لكم بفيديو جديد. وفيديو اليوم هو فلوج يوم التخرج. أنا يوم الأحد تخرجت 13/10/2019. الفيديو والفلوج كان شوي ملخبط مش مفهوم، بس طبعا هلأ أنا رح اشرح لكم كل شيء بالتفصيل الممل. بالبداية يوم الخميس بالتحديد، يوم الخميس يعني قبل بثلاث أيام وصلنا خبر انه يوم الاحد في عندكم احتفال للمتخرجين والناجحين ولازم تحضروا على المكان الفلاني بالمنطقة الفلانية الساعة الفلانية. فطبعا احنا استعدينا بوقتها وتجهزت لحتى نروح على هيدا الاحتفال اللي هو بالتحديد يوم التخرج. اجا يوم الاحد، كان موعد الساعة 1:18. فطبعا وصلنا على المكان وهيدا اللي صار. وصلنا جايز، وصلنا لو تشوفوا وصلنا. طب نروح هلا. وبعد ما وصلنا على المحل فتنا على الصالة واللي طبعا كان فيها ريد كاربت. ها طبعا رح اشوف ريد كاربت رح قلت انه سيلابريتي. انا اول ما فت قلت اوه ماي جاش، يعني صرت سيلابريتي قبل الوقت. جايز ليكوني انا على الريد كاربت، صرت سيلابريتي قبل الوقت. بس بدي افرجيكم الديكور جايز، اتس اميزنج، عن جد اميزنج. ها تخيلوني انا هون ريد كاربت، شو بتعملوا؟ كنا احجز محلي بسرعة. وطبعا بعدين طلبوا مني انه اطلع على فوق، كان بالطابق الثاني في غرفة لنلبس فيها ثياب التخرج، ملابس التخرج طبعا. فطلعت على الطابق الثاني وغيرت وهيك اللي صار. اذا احنا طلعنا على الدرج نغير الثياب نلبس الطاقية وما بعرف شو اسمها التحتانية. فا اوكي هلا طلع لفوق. اوكي يا بس خلصنا بسم الله بسم الله. جيت على تفكر شوي بعدين. شو رايكم باللوك؟ ارجوكم اللوك. شو رايكم في هي بلا؟ مش لابقني ما؟ وشرفتي، والله هي لابقني. هيدي اللحظة اللي كنت استناها من زمان. عن جد. يلا زمان يعطيكم العروض، عدد شوي باللوك بدنا نبلش بالبروفات. شباب تطلع على الموسيقى الفوق وصبية على الموسيقى التحت. مثل ما سمعتوا قاعد حضرين لفوق والبنات يحضروا تحت، فانتوا ضلوا تحت. اوكي اطمنوا بعد ما طلعنا ولا اخذنا شيء. بعدنا هلا عم ناخذ، عم يطفوا الاضواء هلا. اوكي نحن هلا غيرنا هلا لبسنا اللبس. هلا بعد شيء رحنا على الناس لعند فراند اللي قاعدين ورا. لحظة فرجيكم اياهم. اوكي انا بدي اقعد هلا هونيك، انت هلا خليكم هون وبس تسمعوا. رح اقعد هلا هونيك وبرجع لكم بعدين، اوكي؟ واكيد طبعا بعد ما لبسنا وتجهزنا وقت اللي بدنا نبلش فيه الاحتفال، ضلينا ثلاث ساعات، لا مش ثلاث ساعات، بفتكر يمكن وحده اثنين، يعني كان موعد الاحتفال الساعة 4، بس طبعا نجي الساعة 1 حتى نعمل التدريب وهالاشياء اللي عم يعني الاشياء تبعية التخرج، يعني تدريبات تدريب تمرين لها. طلعنا ورجعنا فتنا. المرة اللي بعدها كمان طلعنا ورجعنا فتنا. المرة اللي بعدها كمان طلعنا ورجعنا فتنا، والحمد لله كانت هي آخر مرة، رغم إنه ضلينا برا كثير وتصورنا برا وضحكنا ومزحنا وواوي والى آخره والكلام، بتعرفوا يعني قصص. أنا في شيء لو ما تركت ناس، يعني تركت ناس يصوروا لي الفيديو، لاحظت إنه الفيديو تقنيته كانوا مصورين الفوكس، يعني لما يكون الشخص ثابت بيتصور، أما أنا عم يصوروا ناس، لا ما حد فوكس.
بعد ما احنا وجينا والضو جايز ما بتصدقوا هيدا الضو انعمت عيوننا نحن وقاعدين الضو كله موجه على وجهنا يعني بتكون تطلعوا هيك ما فيكم تطلعوا كنت تطلعوا ما فيكم تطلعوا بيتكم ممكن تطلعوا لقدام ما فيكم تطلعوا ليش لانه الضو تقريبا واقف بعينكم انتوا ما عم فيكم تصغوا لتحت بتطلعوا هيك بتطلعوا لتحت والنشيد عادوا 4 من 5 6 7 مرات الحين انا بلشوا يعملوا لقاءات مع الاساتذه ويشكروا فيها التلاميذ وراح يدعمون السنه الجاي والاخره والاخره من هالكلام بعدين بدأوا بالأسماء الصف الفلاني كذا كذا والصف الفلاني كذا كذا والصف الفلاني كذا كذا لما أجا صفي أنا طلع أول اسم ثاني اسم ثالث اسم ولما نادوا اسمي هيدا اللي صار نصر الله هرموش يلا يا نصر الله طه العبد اخذت الشهاده اللي هي شهاده التقدير واو بلشت اتبين بنفسي واو ياي برافو 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 بطل بطل يعني برافو حسيت اول شيء بتوتر شوي لانه كان اول شيء الجو يعني جديد علي وانا اول مره بحياتي يعني بحس هيدا الشعور دائما كنت بشوف ناس انه بيتخرجوا بس ما بسال نفسي رح يجي يوم مثل لا هو كنت بسال نفسي كنت بسأل نفسي انه رح يجي هيدا اليوم بدي اتخرج فيه فبعد ما تخرج يعني بعد ما اجى اسمي كنت عم بمشي عم متوتر مبسوط متوتر مبسوط متوتر مبسوط متوتر اكيد فهمتوا علي من بعد ما خلص التكريم الي وللتلاميذ الناجحين غيرنا اطلقوا الالعاب الناريه اللي هي رح تشوفوها مثل ما هي بالتالي بلشنا نكب القبعات في السماء والى اللقاء يا اصدقاء نكب 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 وبعد ما انتهيت انا فليت وراح اترككم مع الباقي خلصنا انتهينا عفواً سوري ياه ياه كلش زحمة صرنا عراقيين يوم ما صرنا عم نحتفل هيك كلش وكلش وين ما حد يغير وبعد ما خلصنا كل الناس فلين الى اللقاء باي ان شاء الله ما عاد نشوف بعض الا بالخير طبعا يلا جود باي باي واخذنا اللي بدنا اياه واجا وقت لنفل يلا اذا عجبكم الفيديو بس تحطوا سبسكرايب لايك تكتبوا لي كومنت وبشوفكم بالفيديو الجاي باي